مت هذه السلطة فتحت البوابات، انطلقت المنافسة بين الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر بمختلف درجاتها. مشاهدين الكرام، تتنافس في هذا الشوط مع الخيالة السعوديين المتمرنين على مسافة الميل فولتاج القادمة من الميادين الأمريكية في المركز الأول الآن، والمركز الثاني لفيغاس بليس، في المركز الثاني ابنة كابتن ريو، وفي المركز الثالث ذا ديز جيفت، وفي المركز الرابع متابعة من دير أفتر، فيما المركز الخامس في محاولات من إتسويو للتقدم للمركز الخامس، وكويك أوف ذا مارك أيضا في تقدمها للمركز الخامس، متابعة مستمرة. فولتاج في المركز الأول القادم من الميادين الأمريكية، أيضا متابعة من كذلك فيغاس بليس في المركز الثاني، إتسويو قادمة للمركز الثالث في محاولة للتقدم مع الاقتراب من الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. فولتاج في المركز الأول، إتسويو تتقدم الآن للمركز الأول، وفي المركز الثاني فيغاس بليس، وفي المركز الثالث كويك أوف ذا مارك مع الاقتراب من علامة 200 متر. مشاهدينا الكرام، محمد إدهام الخيال السعودي المتمرن يقود إتسويو ابنة إمباير ميكا للمركز الأول. مشاهدينا الكرام، وبفارق كبير عن كويك أوف ذا مارك التي تحاول الاقتراب، ولكن